عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم في سلسلة كلام من قلب الحلقة الثالثة. موضوع اليوم حيكون عن تواضع، خلق إسلامي عظيم يتصف به المسلمين، وبيخلي الشخص يتعامل مع الشخص الثاني بكل لطف وبكل أدب واحترام، وما يتفاخر عليه وما يتكبر في المال أو في الشكل أو في طريقة وأنا لاحظت إنه في بعض من الأغنياء بتفاخروا بتكبروا وما بيصدقوا على الفقراء، وبيقول مثلا إنه هذول الأشخاص ما من مستوانا ونحن خلاص الأغنياء، إنه في بعض الأغنياء بيشوف إنه خلاص إنه هم أعلى مرتبة، فلا، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب، وهذا الحديث الشريف بدل على انه الناس كلها في مرتبة واحدة وما بيفرقوا من بعض، انهم كلهم خلقوا من تراب. وطبعا في المسلم بيشوف انه ناس خلقوا مشان يتعاونوا يتآلفوا مع بعض، وبيتعاملوا مع بعض بكل ادب واحترام وما يتفاخروا على بعض. وانا بشوف انه الغنى مو غنى المال، الغنى بشوفه انه غنى الاخلاق، غنى الادب، غنى التعامل الحسن مع الناس، وغنى فعل الخير، وغنى الابتعاد عن الاذى، وابتعاد عن الغيبة والنميمة وغيره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر الناس تواضعا، والدليل على ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة الخندق حفر معاهم الخندق، وما قال انه قائد الدولة الاسلامية وهم يحفروا انا ما احفر، لا، هو حفر معاهم وساعدهم، وهذا يدل على تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا انه مثلا لما نلقى فقير بيشحت في الشارع، ما في في ناس بيمروا عادي ما بيهتموا انه هذا فقير وما لنا علاقة فيه، وانه نحن اغنياء والحمد لله عندنا مال وكده يعني، فانت ما بتفرق من غيرك لانك خلقت من تراب وهو خلق من تراب، انت بشري وهو بشري، يعني ما بتفرقوا من بعض يعني، وانتوا كلكم يعني اخوان في الاسلام، فتصدقوا عليه واعملوا خير. والشخص المتواضع بيشوف انه الناس كله انه هو مثله مثل باقي الناس، حتى لو كانوا اغنياء او فقراء، بيشوف انه هو نفس الناس، يعني هو خلق من تراب وهم خلقوا من تراب، هو بشري وهم بشر، يعني كلنا في النهاية نفس الشيء، وكلكم في النهاية حتتحاسبوا على اعمالكم وتموتوا يعني، فاعملوا خير مشان تلقوا خير. والشخص المتواضع بيتصف بصفات كثيرة، انه مثلا لو لقى الفقراء كثار بيصدق عليهم وبيجالسهم وبيعطيهم الطعام وبيعطيهم المال، انه بيتعامل مع الاخرين بلطف وبادب، وثالثا انه مثلا انه بشوف الناس كلهم نفس الشيء من مستواه يعني، ورابعا مثلا انه بينصح الناس يعني انه بيكونوا مثله، عشان يتعامل مع الاخرين بكل لطف. والتواضع صراحه صفه كتير حلوه، وكمان انه بيساوي بين الناس وبيعدل بيناتهم لانهم كلهم نفس الشيء يعني. وكده نكون وصلنا لهذا الموضوع، بتمنى يكون عجبكم، وحبيتوا اذا عجبكم لا تنسوا تعملوا لايك كبير لهذا الفيديو، وتنشروا وتضغطوا زر السبسكرايب او الاشتراك، زر احمر صغير، وتضغطوا الجرس عشان تجيكم التنبيهات للفيديوهات اللي راح تنزل في القناة، وتشوفوا الحلقات اللي فاتت من سلسلة كلام من القلب. وانا عندي سؤال لكم في نهاية الحلقة، وانتوا راح تجاوبوني تحت في الكومنتات. السؤال هو انه انتوا او الناس شو بتستفيد لما تتفاخر وتتكبر على الناس؟ جاوبوني تحت في الكومنتات، ونتمنى يكون عن جد الفيديو عجبكم وحبيتوه، وانشروا بين اصدقائكم عشان اللي متكبر او متفاخر على الناس منهم
يوقف هذه الصفة. وبحبكم وبس، بحبكم كتير وباي.